المتظاهرون صرخوا على الأموال التي خصصت لمحافظة البصرة، وهم يرون أطفالهم يموتون بسبب عدم توفر الأدوية في مستشفى الطفل. ولماذا كذلك تساءلوا تصرف هذه الأموال على مشاريع وهمية ويترك المصابون بالسرطان يعانون المرض دون علاج؟ فلنشاهد. يعني 700 مليار جبنا للبصرة، يعني يصرفونا على المقرنص، يصرفونا على الأعمدة كل عمود ب 6 ملايين وعلاج ما يوفرون. لا الأعمدة ما نحتاج، يعني ها والله عملة يعني مليارات. احنا المتظاهرين البصرة جبنا مليارات للبصرة، وين هن؟ صرفوهن على الكاولية، صرفوهن على الأكل، وهاي الأمراض، وهاي الناس جاي تموت ما حد يسأل عنها. ولكم ليش؟ الله ينتقم عليكم. ولكم وين نروح؟ خليه يفطر بيهم.